200 جنيه في محل تاني كنتي تاخديه وترجعيه للراجل وتقولي له انت حرام. تصدقي انت كنت عارفه انه هيبقى صح؟ بس افهمي الاول، لولا انك صاحبتي اللي عارفه ومتاكد انها سلمى بتحبني انا كنت زعلت منك. بس يا سلمى ادي له فرصه يتكلم معاك الاول. انا اتكلم معايا كتير بس انا لسه ما قلتش اللي عندي وانا مش عايزه اكون معاك. طب ممكن تديني فرصه اخيره ارجوكي؟ سلمى انا مستعد اعتذر لك قدام الناس كلها لو كان ده يرضيكي، واي حاجه انت عايزاها هنفذها. نادر ارجوك كفايه. انت ليه مشاعرك جامده قوي كده؟ وانت ليه محسس ان مفيش حاجه حصل؟ انا عارف اللي حصل ده مش بسيط، بس غلطه اعتبري ان ليا عندي غلطه وحاسبيني بعد كده على الباقي. وانا ممكن اسامح في اي حاجه إلا الخيانة. سلمى انت مش هتلاقي حد يحبك قدي صدقيني. وانت مش هتلاقي حد يكرهك قدي صدقني. مين؟ نادر. أنا آسف إن أنا جيت من غير ميعاد. تحت أمرك. أنا أول ما عرفت اللي حصل وقلقت جدا على سلمى وجيت عشان أطمن عليها. وتشكرها. عاوز أتكلم معاكي. آسفة مش حاضر. ممكن تأجل أي كلام دلوقتي لو الظرف مش مناسب؟ سلمى سلمى أنا بحبك وأول ما عرفت اللي حصل جيت على طول كنت هتجنن. أنت ليه مش قادر تحس إن أنا مش قادر أتكلم؟ مش قادر أتكلم في أي حاجة وبالذات الموضوع ده. أقول لك على حاجة، أنا كرهتك بعد اللي حصل. كرهتيني؟ كرهتك. أنا طول الوقت حاجات وحشة بتحصل لي وأنت مش جنبي على طول لوحدي. خلاص يبقى قلتك أحسن. احنا ولا اول ولا اخر اتنين اتخطبوا ويسيبوا بعض عادي. لو سمحت من فضلك. رايحة فين؟ خارجة. خارجة ازاي؟ لوحدك؟ انا هاجي معاك. مامي لو سمحتي اللي حصل ده مش هيخليني غير اني اعيش حياتي وبشكل طبيعي جدا. انا مش هتاخر. اي ايمان انت فين؟ لا انا كويسه يا ستي والله كويسه ما حصلش حاجه. لا انا خارجه مش عايزه اقعد في البيت. يلا تعالي لي عشان نفطر مع بعض. هتيجي ولا لا؟ اوكي يلا باي يا حبيبي. ازيك؟ أخرت عليكي؟ لا خالص. أنت كويسة؟ بلاش السؤال ده اللي كل مصر عمالة تسأله لي من ساعة ما صحيت. طب ماشي اهدي، احكي لي إيه اللي حصل؟ طبعًا مش كويسة. هتجنن من ساعة اللي حصل، وكنت هموت لو فضلت قاعدة في البيت. مش عايزة أفتكر.
مش عايزه افكر في اللي حصل ده خالص. طب ماشي ماشي، اهدي اهدي بس. الحمد لله على كل حاجه. اللي حكم عليكي يا حبيبتي يا طه؟ استنى انقذني. هو في كده يا مراوي؟ ده انت كده هتخليني اقول لك يا ريتني كنت مكانك. ايه طريقه الكلام دي؟ عيب كده. هم وريني. على فكره احنا لازم نقوم نشكر. يلا اقعدي هنا مكانك، هي رحله هنقوم شله. طب خلاص روحي لمتوا على الاقل. ماشي. صباح الخير. صباح النور. انا سلمى اللي جيت انقذتها في الفيلا بتاعتي. اهلا اهلا، ازيك يا سلمى؟ الحمد لله. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ده واجب. ما تقولش كده، اكيد في كتير سمعوا الفريق لكن ما حدش دخل فيها. ما تفكريش بالطريقه دي، اهم حاجه انك كويسه. بعد اذنك لازم اتحرك. باي باي يا سلمى. باي. الو، ايوه يا فندم. انا كتبت تقرير كامل عن القضيه. لا طبعا مش حاسبهم، انا متاكده ان قضيه فساد كبيره جدا. لا انا ما بخافش، المقاله هتكون جاهزه عند حضرتك في الميعاد. ماشي يا فندم، مع السلامه. مع السلامه. أنا آسف بس استنيت حضراتكم تقولي زي ما حضرتك قلتيلي، محدش جه ومحدش بيرد على تليفوناتي ومحدش منكم كلمني. اتفضل حضرتك. ماشي شكرا. لو ممكن بس بعد إذنك تندهيلي الأنسة سلمى أخد منها كلمتين. حقيقة سلمى خرجت. خرجت؟ خرجت إزاي يعني؟ إزاي يا فندم تخرج من غير ما أقعد وأتكلم معاها؟ انت ليه يا فندم مش حاسين بالمسؤوليه اللي حصل؟ هي يا فندم هي عندها حق، ما هو برضه مش معقول حادثه زي دي تحبسها في البيت. وبعدين معرفه اللي عمل كده مسؤوليتكم وحمايتنا برضه مسؤوليتكم. ما هو علشان اقدر احقق مسؤوليتي دي يا فندم لازم برضه انتوا اللي تساعدوني، ولا ايه؟ طيب انا ممكن اسال حضرتك شويه اسئله؟ طب اتفضل ارتاح. لا لا ملوش لزوم، انا لسه لحد امبارح بس ما كنتش اعرف سعادتك. ودي تفرق؟ طبعا. صحفية كبيرة زي حضرتك ومهتمة بالوضع العام أكيد طبعاً عندها أعداء كتير. أنا ماليش أعداء وما عنديش مشاكل مع أي حد. القضايا اللي كنت بتناولها قضايا عامة مش قضايا شخصية، يعني أنا كل اللي يهمني كان المصلحة العامة. أنا ساعات برضو المصلحة العامة دي بتعمل مشاكل كتير. جايز تشرب إيه؟ لا ولا حاجة يا فندم. وبعدين من الواضح كده إن مفيش حد بيشتغل عندكم هنا في الفيلا. هي كان عندنا طباخ ومشي. ممكن اعرف السبب؟ جاله عقد عمل بره. على فكره انا مش بهزر، انا بتكلم جد. انا عارف ان حضرتك مش بتهزري. طيب ممكن لما انسه سلمى تيجي تبقى تجيلي على المكتب علشان عايز اخد منها شويه كلام كده يفيدونا في المحضر بتاعنا. عايز اعرف الشاب اللي دخل عليها ده وانقذها، شويه مواصفات عنه يعني. ممكن بعد اذنك؟ انا فاهمه حضرتك كويس. يا ريت فعلا تكوني فاهماني. على إذنك تفضلي.